مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من سلا. نتيكم مع كاجعة اللي هزات سفينة سلا اللي كاجعة اللي هزات سفينة ديال سلا اللي كانت ضحية هي شابة اللي وضعت حد للحياة ديالها من بعد ما ابتدى لها الحال. كانت مريضة بمرض السرطان وما لقاتش العلاج، ما لقاتش الرعاية، السرطان بقى كيطبق ليها في الذات ديالها كامل، في الحمل ديالها وفي الفيزياء تاعكم. طبعا صعيب ان الواحد يبقى يشوف راسو كيموت عرق بعرق فكرات على انها توضع حد للحياة ديالها، خصوصا عاد الام ديالها اللي كانت كتعاونها واللي كانت كتقدم لها يد المساعدة توفات. فهاد الشابة هادي بقات تحت الضغط النفسي والمرض اللي بدا تاثر عليها في غياب الرعايه في غياب العلاج. هنا الاخ ديالها اللي غيكشف لينا اشنو وقع اليوم، كيفاش اختو وضعات لحد الحياه ديالها، وكذلك شنو هي الرساله ديالو لوزير الصحه وكذلك لكل الجمعيات اللي كيهتموا بهذا القطاع بهذا النوع ديال المرض اللي هو السرطان، والعياذ بالله اللي هو كاين عدد كبير ديال المغاربه اللي كيعانوا منه. سيدي البركه في راسك. انت معك باش هي شنقول لك، هي عانات مسكينه بهذا المرض. انا تنشوفها ديما الدوش كل دقيقه كتدخل ليه، اللي عانات بهذا المرض مسكينه وكتطلع للسبيطارات ما تيعطيوها وقت ما تيساعدوها ما والو، صافي ملاتي اللي عند هذا ديال هذا ما فهمتي دول هذا ما كاينش مسكينه كل قد دابا المقابله والعلاج ورا البنت ملت راسها فهمتي 30 عام ولا 26 عام الاطباء راه ما كاين حتى منتوج والو، حتى حاجه ما كاينه. حاول لنا اليوم وضعت حد الحياه اليوم. اليوم باش كيفاش تنتم الاخبار؟ حنا ما كناش هنايا، كنا خارجين خدامين. كاين عايا الوالد ديالي، عنده 90 عام في عمره. وجدت لي الفطور. وجدت مسكينه الغداء وهبطت للكراج المكازا لتحت. ودبرت على قنبه وشنقت راسها. فين هادشي وقع؟ في كراج، في مكازا عندنا. في كراج هاك ما عرفتش. في مكازا. شكون اللي دخل؟ انت اللي دخلتي شتيها؟ لا انا تعيطوا عليا عاد دخلت، خلوني دخلت شتها. شتها ما هي بنتي ما تقدري تشوفي بهذاك الشيء. اني الاخت ديالك شحال كان في عمرها تقريبا؟ نقولوا 50 عام. 50 سنة. 50 سنة وحتى الوفاة ديال الوالدة ديالك زاد أثرت عليها. أثرت عليها الوالدة ديالي مات في شعبان. باقي ما كملش العام، تكون دابا 9 اشهر ولا 7 اشهر. وعثرت عليها مع الوالده، كانت معاونها وكدير لها الوالده كانت تعاونها ودير لها الدواء وهذا. صافي مشات عليها الوالده من الدراسه ما كاينش اللي غايدير لها الدواء فهمتيني. وكتعاود مسكينه تطلع على السبيطار السويسي ما كاينش المقابله ما كاين حتى شي حاجه، كتقعد تما نهار كامل وكتجي كنقول لها جدارك كتقول لك والو عطاوني الرانديفو وما كاين حتى حاجه، ما عندها خصها الامكانيات باش أحسن امكانيات بس هذاك المرض، وانا هذاك المرض راه الله يشافي الجميع. انتم كتشوفوا انها حيت ما خداتش حقها في العلاج ما لقاتش حل، ما لقاتش باب اللي غضب. صافي. ما لقاتش من تشكي. صافي. ما لقاتش لمن تلتجا. فاضطرت على انها تمشي عند الخالق. صافي هذا هو انا اللي بان لي انا واخا مات الوالده نقولوا غتصبر، هي اثر عليها ذاك المرض ولا اثر عليها بزاف، صافي ملت راسها مسكينه بهذاك المرض صافي. شنو رسالتك للجهات المسؤولة على قطاع الصحة؟ أنا نقول المسؤولة يساعدوا هاد الناس، أصحاب واحد تينتحر هذوك كيف يكون مريض شي مرض خايب وما كاين حتى يموت مسكين تينتحر، واش يبقى هو حاشاك من هنا كل شيء اللي الدم والقيح، كيف غادي يرد بنادم هذا؟ يعني الواحد كيبقى يموت عرق بعرق عرق بعرق عرق اللهم يموت ولكن شوف حنايا كنقولوا الأعمار ديالي لا ما كنشجعوش يعني على أنه ولكن هذه زعما واحد الميساج واحد الرسالة كنوجهوها للناس ما ينتحروش الناس اللي كيعانيوا أنهم دائما يكون أملهم بالله كبير ويقينهم بالله كبير والمؤمن مصاب إن الإنسان يقرا القرآن القرآن راه كيشافي حتى هو واني تنقول لك اختي اللي عطى الله هو هذا حنا ما بينا ما نديرو حنا ما ناويش غد انا كنت ناوي غدير هادشي راه ما نخرجش كاع من الدار ولكن اللي عطى الله هو هذا اختي الله يرحمها والله يصبركم الله يجعل مثواها الجنه امين اختي امين الى هنا مشاهدي قناه شوف تيجي نقول لكم دمتم بألف خير نكتب علينا عليكم مكاتب وشكرا.